شارك مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ممثلا برئيس مجلس أمنائه الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة والنائب الثاني لرئيس مجلس الأمناء ورئيسة هذه البحرين بيتسي ماثيسون بأعمال اجتماع المائدة المستديرة الدولية حول الحرية الدينية في العاصمة الأمريكية واشنطن برئاسة سفير الولايات المتحدة الأمريكية للحرية الدينية الدولية سعادة السيد سام براون باك وحضور أعضاء المائدة المستديرة من مختلف دول العالم، إضافة إلى مشاركة نخبة من كبار القادة الدينيين والأكاديميين وأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي. قد أشاد رئيس المائدة المستديرة الدولية حول الحرية الدينية بجهود مملكة البحرين وما تبذله من مساعٍ حميدة في سبيل ترسيخ دعائم التسامح والتعايش السلمي ومنح مختلف الأديان كامل حقوقها وحرياتها. وحي المجتمعون في المائدة المستديرة رؤى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وفكره المستنير في جعل التعايش السلمي والحرية الدينية منهاجاً قابل للحياة والاستدامة محلياً وأقليمياً ودولياً. كما أعرب المشاركون عن تقديرهم الكبير لمملكة البحرين ولمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي لتنظيمهم أعمال المائدة المستديرة الدولية للأعمال والحرية الدينية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العاصمة المنامة مؤخرا، وذلك بعد إعلان مملكة البحرين مقر الاجتماعات المائدة المستديرة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وصرح رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الشيخ خالد بن خليفة الخليفة أن مملكة البحرين نجحت في التحول إلى منبر إقليمي وعالمي استثنائي للتسامح والتعايش السلمي بفضل النظرة الملكية الثاقبة في تهيئة بيئة خصبة للتنمية المستدامة مدعومة بتشريعات وقوانين تشجع على تقبل الطرف الآخر على اختلاف دينه أو مذهبه أو عرقه، إضافة إلى صون وحماية حقوق الجميع وحرية التعبير والتعبد وسط أجواء ملؤها المحبة والمودة والأخوة الإنسانية. وأكد الشيخ خالد أن حرص المركز على المشاركة في الاجتماعات نابع من التزام المملكة بنقل تجربتها الرائدة إلى كافة بقاع العالم، كاشفا أن المركز بصدد استضافة الاجتماع القادم للمائدة المستديرة الدولية حول الحرية الدينية في الربع الثاني من العام الجاري 2020 في العاصمة المنامة.